ايه العظمة اللي معمولة في اغنية سميرة سعيد الجديدة دي؟ بصراحة لحن معمول بالمقاس على صوت الديفا. شابو المايسترو العالمي عمرو مصطفى على اللحن وتوظيفه. أغنية كان أحدث أغاني الفنانة الديفا سميرة سعيد، من كلمات مصطفى ناصر وألحان العبقري اللي ما بيعملش أي لحن وخلاص عمرو مصطفى، ومع كوكتيل العبقرية والإحساس والنغم والطرب، لازم تسمع التحفة دي. فات من حكاية بقوا ذكرى. من فترة كبيرة تم الإعلان عن التعاون ما بين سميرة سعيد وعمرو مصطفى في أغاني جديدة، وكان في فيديوهات وصور من فترة كبيرة داخل الاستوديو أثناء تسجيل بعض الأغاني اللي عملها الملحن عمرو مصطفى للديفا سميرة سعيد، ولكن ما كانش في حاجة نزلت الفترة اللي فاتت، إلى أن تم نزول أحدث أغاني الديفا بلمسة العبقري عمرو مصطفى. وبالمناسبة مفيش لحن عمله عمرو مصطفى إلا ومعلم لحد وقتنا هذا أشهر الأغاني لأشهر النجوم. لو دورت مين اللي ملحنها هتعرف إن دي كلها ألحان عمرو مصطفى. لحن أغنية كان بسيط جدا، ومن كتر بساطته علق في ودان كل واحد سمع الأغنية دي، وإحساس الديفا وصل مع الكلمات القوية اللي كاتبها الشاعر مصطفى ناصر، اللي بصراحة كلمات ثلاثية الأبعاد. كان أيام ما كان جواك ما كان بنتارة فيه. لازم تسمع الأغنية أكتر من مرة عشان تفهم معنى الكلمات بتقول إيه، وتخش جوه الأغنية وتحسها. عايشين بالصورة والروح مكسورة. ومن ساعة ما نزلت أغنية كان للديفا سميرة سعيد وأنا قاعد بسمعها عشان أدي لحضراتكم انطباعي الكامل عنها، واللي اكتشفته إن عمرو مصطفى عامل اللحن ده على مقاس صوت وطبقات الديفا سميرة سعيد، واللي ما شاء الله محافظة على صوتها وخامته وإحساسها ونبرة صوتها زي ما هي سميرة سعيد من زمان لحد وقتنا هذا، وإن شاء الله مزيد من العطاء والنجاح. بس استمري مع عمرو مصطفى، لأن فعلا ألحانه بتسيب بصمة مش طبيعية، ميكس إحساس مع طرب مع شجن مع عتاب مع فراق، حاجة فظيعة. كلمات الأغنية درامية أكتر عن الفراق والعتاب، وكمان في الكليب الديفا سميرة سعيد عبرت بكل مشاعرها عن كل كلمة في الأغنية دي، واللحن طبعا مساعدها على كده وعطيها مساحة إن هي تبروز مشاعرها في الأغنية وتطلع كل اللي عندها، وهي كتبت كده على صفحتها: أنا غنيت الأغنية دي كأنها تخصني بالظبط، وفعلا وصلت لنا وحسينا كأن الأغنية دي معمولة على مقاس سميرة سعيد ومعمولة عشانها، كأنها بتحكي قصتها مش بتغني أغنية أو بتأدي أغنية وخلاص، كل كلمة وكل حرف وصلوا وحسينا بيها. عايشين بالصورة والروح مكسورة. شكرا للفنان العملاق والملحن الكبير عمرو مصطفى على اللحن الشيك الرايق البسيط، وبرافو سميرة سعيد على الإحساس الحلو اللي وصل لنا كلنا، وشكرا لكل واحد شارك في العظمة دي، من شاعر من موزع من مخرج، وياريت ميكس النجوم دول يتكرروا في أغاني كتير، عشان هو ده الفن الراقي، الحاجة اللي تتسمع بجد. احنا محتاجين ننظف ودنا بالألحان الجميلة دي والكلمات الراقية، وإحساس الديفا سميرة سعيد لا يعلى عليه. ان شاء الله نجاح واكتساح اغنية كان سميرة سعيد والحان عمرو مصطفى، واكيد في اغاني كتير جاية الفترة اللي جاية ما بين سميرة سعيد وعمرو مصطفى، وياريت يعملوا ديو مع بعض، اتمنى ده يحصل. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.